مساء الخير والسعادة على كل متابعي أولى حلقات برنامجكم منتهى البهجة. الحقيقة اخترت اسم برنامجي منتهى البهجة علشان هي الحاجة اللي جالنا من السعادة، وأنا شخصيا بشعر بالسعادة في حاجات كتير قوي لازم توصل لنا في يومنا. بشعر بالسعادة لما بحس بالنظافة الشخصية والمنزلية. ومعانا النهارده دكتور فاطمه الحسيني هتعرفنا عن الايكو برودكت، ودي منتجات مايكرو فايبر اسعارها غير مكلفه وصحيه جدا جدا جدا. اهلا بيك يا دكتور فاطمه، اهلا بيك يا ازيك حبيبتي. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اشمعنى المايكرو فايبر؟ من الاول كده يعني هو المايكرو فايبر فكرته عجبتني، لان انا كنت بقى يعني بقالي مده طويله قوي بدور على اي حاجه تخليني ابعد عن الكيميكالز باي طريقه. تمام، يمكن دراستي كصيدلانيه خلتني ادخل شويه في مكونات كل الحاجات اللي بنستخدمها كمطهرات او منظفات او صابون حتى، او حتى كوزماتكس المواد التجميل اللي بنستخدمها، او حتى الادويه. كل الحاجات اللي احنا بنستخدمها طول النهار داخل فيها كيميكالز كتير كتير كتير، وكل ده احنا عمالين يا اما نشمه أو يا اما نلمسه يا اما يعني نتعامل معاه في اليوم بطريقه او باخرى يعني. أوكي ولاني كنت عانيت في فتره طويله من اوتو اميون ديزيز، مرض مناعه ذاتيه الصدفيه، فلقيت نفسي ان انا مفيش حل للقصه دي، واي حد عنده الحساسيه والحاجات اللي زي دي بتبقى مشكلته الرئيسيه في تعامله في الحياه كلها او طول اليوم في التعامل مع الكيميكالز عامه. تمام. فانا لقيت انها بتحل المشكله دي، لقيتها كل انها الكيميكالز دي طبعا راجع لنا بأعراض جانبية بالظبط كده ومشاكل كتير. بالظبط. هو ده اللي خلاني فكرت بقى ان انا، طب انا عماله ادور بقى في كل حته لغايه ما لقيت الفكره بقى، ولقيتها فكره مميزه جدا وجديده. يعني ايه هي الفكرة بقى؟ الفكره بقى ان انا المصنع يعني اللي جات له الفكره دي ونفذها، ان هو يعني زي ما تضغطي كميه قماش كتير 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 في سنتيمتر من الفايبر، اوكي بتضغطي القماش ده او بتضغطي الخيوط دي بطريقه معينه حسب الوظيفه اللي انت عايزه الفايبر يقوم بيها. اوكي يعني مثلا عايزاه يشيل لك بقع من نسيج مثلا، هتضغطيها بطريقه معينه. لو ينفع ان احنا نوضحها يعني على الشاشه كمان شويه. اوكي عايزه تعملي بالفايبر ده تلمعي حاجه او تخليها بتبقى ليها بريق كده، يبقى النسيج بتاعه يبقى شكله مختلف وهكذا. ماشي. وكل يعني زي لكي انت تتخيلي مثلا لما اضغط مثلا 4500 متر قماش او خيط في سنتيمتر واحد، تخيلي بقى كمية يعني انتي التيشو ده هيعمل ايه لما يتحرك على السطح اللي قدامك، هيشيل فيه كمية تراب مثلا او الحاجة اللي انتي عايزة تزيليها يعني تمام. ببساطة. وما بيتعامل وحساسية الفايبر دي تستدعي ان انا ما اتعاملش مع الكيميكال اصلا، فانا مش هستخدم مش هحتاج الكيميكال اساسا في حياتي. ده كده الفيديو اللي بيوضح البريق زي ما بتقولي للنظافة يعني. يعني مثلا دي فوطة من الفوط بتاعة المايكرو فايبر، يا دوب هي بتنمع الازاز من غير ما احتاج بقى احط الملمع بالازاز المشهور اللي احنا بنستخدمه، ولا اشم ريحته ولا المسه بايدي، يعني مجرد ان انا ابلها بشويه بس ميه وخلاص كده، ميه مش من غير حاجة. مفيش اي حاجه تانية عليها، هي كده. حتى لما هتخلص هي التلميع هتلاقي الفرق بين الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت من الدولاب اللي هي بتلمعه يعني. دي الفكره الرئيسيه في اوكي استخدام المايكرو فايبر. ممكن هتجيلنا في الصور اللي جايه انه القطاع بقى بتاع المايكرو فايبر شكله ايه، يعني الشعرايه الواحده في كل تشو شكلها ايه، مقسومه قد ايه، بحيث انها تاخد فيها كميات رهيبه جواها. خلاص ابقى كده اتخلصت من وبتتنضف المضايق تاني ازاي؟ يعني احنا بننضف بيها الحاجة بنرجع نعقمها هي بالميه ازاي؟ والصابون الطبيعي بقى اللي ما فيهوش كيميكال زي صابون زيت الزيتون اللي هو احنا بنستخدمه عشان بشرتنا ده. في منه براندز بقى كتيره جدا، هي الصابونايه دي مع الفوطه كده انت وفرتي اقتصاديا، لانك انت ما لمستيش اقتصاديا، لانك انت الفوطه بتمنها لمده طويلة قوي سنتين واكتر. بتقعد معانا سنتين. انا الفوط اللي انا مستخدماها في البيت يمكن يعني ما عرفتش اجيبها معايا النهارده، بقى لها سنتين ما شاء الله اللهم بارك، وهي ما فيش اي مشكلة فيها وزي ما هي. طب دلوقتي انا لو جبتها وما استخدمتهاش او بستخدمها قليل، حد مش قاعد في بيته يعني بيستخدمها ايام قليلة، برضو بتقعد نفس السنتين اكتر ولا كمان بقى، صلاحيتها بتكون اقل؟ بالعكس اكتر، ده هي انت اصلا استهلاكك ليها هو اللي بيخليها تبقى صلاحيتها اقل، وانك تستخدميها بالمعايير الصحيحه بتاعتها، ان انت مثلا ما تخليش الكيميكالز تيجي عليها، صابون دايما طبيعي، انك ما تحطيهاش على حراره سطح ساخن يعني،
شديد السخونه، يا اما انك ما تعرضيهاش للشمس الشديده، اه انك ما تعمليهاش بقاله حاده، الحاجات اه الطبيعيه بتاعت اي نسيج عشان نحافظ عليه. عشان تحافظي عليها. لما انا عملتي كده انت ممكن تقعد معاكي اكتر كمان من سنه، اكتر اه بكتير كمان. تمام. طيب احنا ممكن نشوف الصور. الصور يعني دي دي اللي موجوده على الشاشه دلوقتي، دي حاجه من انواع المايكروفايبر المتاح. الصوره دي مثلا احنا عندنا في المايكروفايبر انواع بقى، عندنا حاجه بتلمع الازاز، حاجه بتشيل التراب، دي مثلا الفوطه اللي بتلمع الاطباق، بتغسل الطبق، تغسل الطبق من غير ما احط الصابون المواعين اللي انا بستخدمه خالص. ودي كانت الحاجه الرئيسيه اللي خلتني اصلا ادخل ابعد. الفكره دي، لان انا كانت ايدي احد الحاجات اللي انا مش عايزه البس جوانتي ولا في نفس الوقت المس تمام. المسحوق بتاع الغسيل. دي فوطه الازاز البرتقاني دي، ده التيشو بتاعها شكله كده اوكي. تحت الميكروسكوب الحاجات دي. دي فوطه اللي بتشيل التراب او بتلمع، اللي هي التيركواز اللي فاتت. ودي فوطه اللي بتشيل البقع عامه من على نسيج او حيطان او على سجاد او كده. وده نسيج تحت الميكروسكوب لناحيه من نواحي فوطه الاطباق، دي الناحيه اللي بتلمع الطبق تخليه يلمع اللمعه اللي انا عايزاه. وده نسيج الفوطه اللي بتشيل الاوساخ اللاصقه او حتى الحاجات اللازقه في التيشوز او في الاسطح يعني. دي بقى تجارب مستخدمه، الحاجه قبل وبعد. الحاجات دي معموله ان انا رشيت عليها رشتين ميه وعملتها. الحاجات دي انا كنت بس احنا في الاول كنا بنصبن، نغسل صابونه بقى بالظبط، وغرق ميه وعايزين والدنيا رغاوي بقى تحتس وحاجات بقى كده. وكده، الثقافه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها دي، حاجات اتعملت بس بالحاجه بواحده من ودي الفايبرز ايه؟ بتاعتها. دي دي بلوزه واقعه عليها مانجا، وقعت حاجة. بلوزه واقعه عليها مانجا، انا تخيلت المانجا بقى خلاص انتهينا زي خلاص الاعلان بتاع انتهت. المانجا ده كده. لا هي خلاص، هي فوطه برضو من فوط الموف دي، دعكت كده الموضوع خلاص انتهى. دي برضو حاجه كانت محروقه، اوكي. فحاجه من الحاجات النانستيك بقت زي الفل بالفوطه الخضراء اللي كانت بعد الصوره اللي هي بتاعت الاطباق. تمام. مجرد انا بليتها واتعملت من ناحيه وبعدين قلبتها ناحيه تانية لمعت، خلاص انتهينا، دهون طلعت في التيشو بتاع الفوطه والريحه كمان راحت خلاص. الا اذا كانت حاجه بنحب الحاجات اللي بتعشق الروائح زي التفال، فالروائح اصلا ما بتروحش منها حتى بالصابون، يعني تلزق ايوه فيها الصابون. ايوه دي نتيجه من النتائج، دي نتائج استعمال العملاء استخدموا الحاجات فعليا، ودي كانت نتائجهم هم صوروها بنفسهم يعني عشان يورونا تمام. النتائج. معقول ما بيسيبش اثر في الفوطه تبقى مش نظيفه وعايز تتغسل؟ يعني لا حاجه طبعا، سودا زي كده اكيد بتسيب اثر. ما طبعا اكيد، هي الفوطه نفسها هتتملي، الفايبر بتاعها هيتملي خلاص بالاوساخ اللي احنا مش عايزينها، الصابونه بميه الفوطه هترجع زي الفل تاني. صابون زيت الزيتون دي هتعمل كده؟ صابون زيوت طبيعيه اهم حاجه، بس بتكون بس تبقى زي موجودة الفل. مع نفس من نفس المكان ده؟ لا يعني مش نقدر لازم، نشتري مش انا مش المنتجات مضطر، وكمان الصابون بتاعها؟ ممكن او ممكن تي انا يعني انا لما عميل بيطلب مني الحاجات دي بروح بتوفريها. بوفرها له، يا اما هو بيشتريها من اي حد، العطاره مليانه صابون يعني طبيعي ما فيهوش كيميكالز، يعني دوب هو زيت الزيتون والماده المصبنه بتاعته تبقى قاعده مده معينه عشان تبقى راحت في التفاعل كلها ما تبقاش فيها كيميكالز خلاص. وفي وقت الأتربة بقى بيبقى التعامل معاها ازاي؟ بتستعمل ناشفه بحالتها دي زي ما هي كده، زي مثلا الفوطه دي، دي دي فوطه أتربة. تراب اوكي وعندها ناحيه وبر عالي كده وناحيه ناعمه كده، اوكي وهي ناشفه كده ممكن استخدمها لمع بيها، بتلنديني لمعه ممتازه. وفيها ميزه احلى كمان، انها فيها الكتروستاتيك ايفكت، لكن ان هي تجذب التراب يلزق فيها وما يجيش وما تاني ينزلش. وما ينزلش، فحس ان انا ما بهدلتش بقى وانا بلمع، يعني انا قاعده في هيبقى بيتي في بلمع احيانا بالشياكه كده. غبار كده يعني بعد ما ايوه بتخلصي يبقى في غبار ناعم، ده طبعا بيبوظ الدنيا تاني. بالظبط كده، هي دي بقى ميزتها انها التراب يلزق، وحتى ادق ذرات التراب اللي بتجيب تراب تاني. عشان كده انت اوكي. لو لمعتي ترابيزه زي دي العادي انها هتضطرب كمان ساعتين ثلاثه لو انت فاتحه الشباك، او كمان في خلال نص ساعه كمان، لكن انت لو استخدمتي الفوطه هتلاقي ان لا ممكن تقعد معاكي يوم او يومين مده اطول التراب ما جاش تاني، لان هي شالت فيها ادق حاجه، زيوت طيارة او كده ولا مفيهاش اي حاجه، مفيهاش اي مفيهاش مواد. اي حاجة؟ هي الفكره كلها في النسيج اللي معمول بينه الفوطه. طبعا دي اشكال مش ثابته، يعني الاشكال الفوط هتبقى ليها الوان واشكال تانية، مش لازم تبقى الاشكال دي، يعني مش لازم تبقى بالمنظر ده بالذات، بس المهم انها حاجه لها وظيفه تلميع تراب او وظيفه ازاله البقع او وظيفه تلميع الالوان الاسطح المصقوله مثلا زي المرايات وكده وهكذا. طبعا الحاجات بتاعت الجسم المميزه، يعني يمكن احنا جسمنا هو اكتر حاجه اللي هو ايه، انا بحط عليه بقى كوزماتكس. ايوه. بحط طبعا الصابونه اللي هو كل يوم طبعا، وهكذا. وبنحاول نعمل كنترول قدر الامكان. بالظبط كده، البرودكتس برضو من نفس المايكروفايبر للجسم كمان مميزه، يعني مثلا بتستخدم لايه وايه بقى؟ يعني مثلا انا بنحط ميك اب مثلا، فالميك اب اوكي. بيتشال بالميك اب ريموفر بتاعنا، لكن وده عباره عن كيميكال، يا اما اوكي. بنحط كريم على قطنه زي ما الناس ببساطه بتروح عامله كده، انا مش مضطره اعمل كده. برضو التيشو بتاع المايكروفايبر الخاص بالميك اب ريموفر سبونج بيشيل الميك اب من غير بميه،
مفيش بميه اثر، اغسلها واحطها على خالص الحوض تاني، علقها تنشف واستخدمها تاني. خالص. بالظبط كده. طب وبتحافظ كمان على بقى نضارة البشرة او ليها عوامل بالظبط، يعني تانية تدليكك ولا؟ اصلا واستخدامك ليها للتدليك نفسه بيعمل نضارة، اوكي. زائد انها بقى كمان ممكن حاجات الجسم بالزيت وحاجات الاطفال والحاجات اللي بتبقى دايركت كونتاكت مع اكله كده زي فوطه الاطباق بيبقى فيها سيلفر اينز بسيطه، يا دوب تحافظ على ان الفوطه ما تشيلش بكتيريا. احنا عارفين ان اوكي. السيلفر اينز انتي بايوتكس طبيعيه، احنا حتى موجوده في ادويه كتير، وفي سبراي سيلفر اين كده بيتحط لما يبقى في عندنا التهاب في الحلق او حاجه، تمام. هي فيها نسبه بسيطه جدا من السيلفر اين، يا دوب تبقى جوه تيشو بتاع الفوطه، بحيث ان انا ما الاقيش القفاز بتاع الجسم ولا فوطه الميك اب دي او اي حاجه بستخدمها عاملة الجسم اي ريحتها فطريات او كده؟ ريحتها مش حلوه، يعني خلاص ابتدت تتغير. طبعا بتتغسل وتتساب تنشف وانتهينا، لكن تمام. انا لو استخدمت مثلا زي الليفه العاديه اللي احنا بنستخدمها اصلا منصوح بيه ان احنا نرميها او نغيرها كل كام صح. شهر كل علشان ما شهر تشيلش تقريبا بكتيريا. يعني. احنا لا، عندنا الموضوع ده مش محتاجه اعمله، انا ممكن افضل استخدم القفاز بتاعي ده اللي هو بتاع الجسم مثلا ده للجسم. لمده سنتين واكتر، بيديني النتيجه اللي انا عاوزاها وملوش بقى لا ريحه ولا بيدوب الذوبان بتاع الجسم. والسبونج بيوتي كمان الهادي صح؟ ده القفاز، يعني هي ده في منها دي بس دي مش معايا. هي هي كانت تشيل الميك اب. في اول الفيديو استخدمت الاولاني ده قفاز بيشيل الميك اب خالص، بس في القفاز التاني صغير شويه، يعني ده واحد بالميه من برضو؟ الثلاثه اللي بيشيل بالميه. الميك اب. ايوه بالميه، هيبقى لا بس يعني حتى لو شوفي النص اللي فيه الميك اب والتاني هتلاقي انها في في فرق. فرق طبعا طبعا. القفاز التاني اللي هي حطيته اللي هو 3 صوابع ده حاجه سكراب بقى بعد ما خلصت الميك اب، ده حاجه تانية بليته وابتدت تعمل سكراب لوشها، ده بيشيل مثلا الجلود الجلد الميت والحاجات اللي احنا بنضطر بقى نعملها بسكراب مقشر والحاجات دي. تمام. طب والحاجات الشخصية دي برضو بيبقى مدة استخدامها قد ايه؟ برضه سنتين واكتر سنتين. حسب برضه استخدامك، يعني برضه في ناس تقعد تستخدم الحاجه بعنف شويه تنتش في السلسله، تنسي في حاجه تقعد تتنتش، ما هي هتبوظ. لكن انا طبيعي. لو بستخدمها هو بعنايه نسيج زي ما قلنا في وخلاص، الاول وما وفي بحطش الاخر. عليها زي ما قلنا كيميكال خالص، بيستخدم هي على فكره الحاجات دي مش بقى هي ميه، يعني ميه انا بس. لو عايزه استخدم القفاز في الاستحمام بميه برضو هيبقى زي الفل ومفيش ريحه عرق ومفيش اي حاجه، لكن عايزه بقى استخدمه بصابون وما بس عايزين بستحملش نعطر الموضوع بقى. ده ولا احط بقى حاجات طبيعيه، يعني انا عايزه اعيش في بيئه من حاجات طبيعيه، هحط صحية، صابون بيئة هحط صحية. شارجر بس يبقى طبيعي. احنا قلنا بقى فقرتنا الوقاية خير من العلاج. بالظبط كده، عشان ما نقعدش نستخدم في كيميكال ونرجع نزعل. ما هو بالظبط كده، يعني احنا اصلا يعني قصه الوقايه خير من العلاج دي هي يمكن هي الفكره الرئيسيه للبرودكت، للبرودكت. ان انا اصلا اهيئ لنفسي وللعالم الناس اللي حواليا بيئه نظيفه نعرف نعيش فيها كده ونتنفس ونعيش بطبيعه بطريقه ما فيهاش حاجه تبوظ الدنيا جوه او بره، وحاجه تاني حاجه ان انا احافظ على صحتي الداخليه وجلدي وكده، تمام. بدل ما اقعد ابوظ ده بكيميكالز عشان اصلح عيوب حبوب ولا اصلح حاجه ايوه، وده يروح مبوظ لي حاجه ناخد تانية وقت اضطر اخد دواء تاني ومصروف واصرف وحاجات عليه. كتير طبعا. بالظبط كده، يعني الفكره انا هصرف على الكيميكال اللي انا بستخدمها عشان الاعراض الجانبيه اللي هي هتعملها لي، فانا احمي نفسي بحاجه بنفسي، بسيطه احمي جدا. نفسي بنفسي. بالظبط كده، وبحاجه بسيطه ما هياش هتكلفني، بالعكس ايوه هتوفر لي اقتصاديا بالظبط. وهتوفر لي مصاريف دكاتره ايوه. وادويه. لكن تصنيع المنتجات راجع لشركة ايه؟ او يعني شركة بس هي مصرية ولا لا، اجنبية؟ هي للاسف مش شركه مصريه، هي بس التكنولوجي اللي مصنوع بيها المنتجات تكنولوجي ياباني اصلا من زمان، وهم اوكي. عندهم فوطه الاطباق دي كانت اول حاجه يستخدموها، كانوا بيدوروا على حاجه اقتصاديه يعني يوفروا بيها استخدام الصابون الكيميكال، يعني اوكي. كانت الفوطه اللي هي الصغننه الخضراء دي، الخضرة دي. دي كانت اول حاجه معقولة ابتدوا بقى بتنظف؟ يعني طبعا امهاتنا والناس القديمة شوية ما عندهمش لسه ثقافة التيفال بالظبط والسيراميك كده. والجرانيت والحاجات دي. دي بتنظف الحاجات الالومنيا القديمة اللي هي السيلفر دي، بتنضفها بتنظفها بتنضفها بس 100%. انا هقول لك حاجه، يعني لا يعني ما تبقى حاجه مثلا في حاجه بتبقى لازقه بقى محروقه خالص، في برودكت تاني بيقدر يساعدني زي باودر كده بيتحط بيساعدني علشان بس يبقى طبيعي برضه لكن لنفس الفوطة. لنفس الفوطه. وهي اصلا انا عايزه اقول لك ان انا في حاجات احنا ما بنعرفش ننضفها في التيفال والجرانيت والحاجات دي بسلك، والحاجات دي بتنضفها وبتخليها زي الفل ومن غير ما تجرح ولا تعمل اي حاجه خلاص ايوه. كده. لكن هي راجع تصنيعها لشركة. لا مش مصريه، شركه هي اصلها كانت روسي وبعدين ليها مصانع بقى في العالم كله، يعني بس الكواليتي بتاعتها مش بتبقى حسب يعني حسب يعني مواصفات الجوده بتاعت الشركه، مش كل مايكرو فايبر موجود في السوق زي المايكرو فايبر اللي الكواليتي بتاعته دي، يعني اوكي. في مايكرو فايبر بيتباع في السوبر ماركت رخيص جدا بس مش بيعمل نفس الوظائف ولا بيقعد نفس العمر،
يعني لما حاجه يبقى عمرها سنتين، مش حاجه بستخدمها بشتريها مثلا بخمسة 10 جنيه مدة وارميها. برضو سنتين في فرق اه يعني. بالظبط كده. لكن مدة استخدام كمان حاجات البشرة نفس نفس السنتين الوقت، نفس الوقت. حتى حاجات الاطفال اللي كانت ظاهره، البونس بتاع البيبي والجوانتي الاستحمام والحاجات اللي احنا بنبقى عايزين الاطفال من اول ما بيتولدوا ما يتعرضوش بقى الكيماويات، لو انا فهمت ازاي هو مضر ليهم. بنستخدمه في ايه للأطفال؟ القفاز الاستحمام للبيبي، مية البونس برضو اللي بس. بتلف فيه، الفوط اللي بيستخدمها او بيتعامل بيها مع وشه وايده اللي بقى بنفتح بيها الالعاب بتاعته كده. بس كل المنتجات صحية للحوامل كمان وللمرضى تمام بالظبط كده، يعني وبالجميع الفئات وكبار السن وكله. بالظبط كده. طيب تقريبا كم منتج اللي معانا؟ بصي منتجات البيت كتيرة قوي يعني، وأشكال كتير يعني، مثلا المنتج الموف ده مثلا في منه بتاع 5 6 أشكال، قفاز لقرص كل واحد وراحته. كنت سمعت عن القرص، انا ده تقريبا للشوزات او حاجة كده أيوه بالظبط صح؟ كده. اه يعني هو كل واحد وراحته، أنا هستخدم الحاجة الغرض ايه. فمثلا البرودكت الموف ده كده في أشكال كتير، التراب دي فيها برضو جوانتي وفي فوطة، يعني المهم الحاجات يعني تعدي حوالي 40 برودكت يعني. ده غير طبعا إن الشركة فيها برودكت تاني مميز، هو ألواح الغسيل، اللي هي ألواح طبيعية من زيوت وكحول طبيعي نباتي، مش مفيهوش كيميكالز، فالأطفال مثلا اللي عندها إكزيما أو الناس اللي عندها إكزيما تقدر تستخدمه بكل أريحية يعني، ما بيأذيهاش وما بيعملش مشاكل اللي بتعملها لنا الإكزيمات المنظفات الجلدية الكيميائية. طبعا. يعني أغسل بيه الهدوم، ممكن أغسل بيه شعري من كتر ما هو طبيعي مش بيأذيني يعني. طيب ايه صحة الفايدة العايدة على الجسم لما استخدم الحاجات دي؟ زي ما قلت لك، هو انا اصلا بحاول احمي جسمي، زي بقى زي اعمل هاله كده حوالين جسمي والبيئه اللي انا حواليها، ان انا ما ادخلش كيميكال خالص، لا اشمه ولا المسه ولا ابص عليه حتى واشوفه. يعني انا عندي مثلا ساعات ما استخدمت الحاجات دي انا ما عنديش مثلا كميه، ما دخلتش قسم الكيميكالز بتاع او المنظفات المنزليه في السوبر ماركت تقريبا، خلاص انا كده يعني بعيده عن الموضوع ده خالص. فبالتالي بقى لو حد عنده مثلا والعياذ بالله امراض اللي هي اللي زي السرطان والكلام ده، الحاجات دي اصلا بتتحفز بكتر التعرض للكيميكالز اللي بيدخل جسمنا او بتنفسه. انا خلاص بعدت عن نفسي البرنامج ده، يعني القصه دي كلها بعدت عني. الاطفال الصغيرين اللي عمالين يجموا طول النهار عوادم سيارات غصب عني انا مش هقدر امنعها عنهم، طبعا. او اللي عمالين يشوفوا اشعه، يتعرضوا لاشعه كتير طول الليل والنهار، هو كفايه قوي الحاجات اللي غصب عني انا متعرض لها، لكن في حاجات اقدر اشيلها من سكتهم خالص وما يتعرضوش ليها يعني. فانا كده حميت نفسي انا كصحه داخليه وخارجيه، وكمان حافظت على البيئه. كفايه ان انا ما يبقاش في كميات كيميكالز بتترمي في البلاعات ولا بتوصل في كل حته، زي ما احنا بنشوف ان حاجات الصرف بتاذي ازاي وبتتوصل بقى لميه الشرب وبتاذينا يعني. وهنحافظ على نعمه ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها لنا، ان احنا الارض كانت نظيفه ونقيه، احنا اللي بنخربها باستعجالنا واننا عايزين نخلص بقى وننظف بسرعه وخلاص يعني. وليه علاقة بأي حشرات أو كده ولا؟ البرودكتس المايكرو فايبر لا، لكن الحاجات فيه برودكتس تانية من الموجودة في الشركة، اللي هي الزيوت الطبيعية الطيارة، اللي هي الفولاتايل اويلز بنسميها، بتطلع من النباتات وممكن تترش، زي ما احنا مثلا زيت الليمون احنا لما بنرشه على جسمنا الناموس بيبعد عننا. في زيوت بقى زي دي برضو، دي موجودة من البرودكتس بتاعتنا، بنقدر نرشها في الاماكن تطرد او تبعد الحشرات من المكان اللي هي فيه، ايوه تمام. زي زيت اللافندر ساعات، زيت الباتشولي، زيوت الطياره دي بتترش، بتتخلط بكحول وميه وتترش، وكلها زيوت طبيعية كلها زيوت ما طبيعيه فيهاش اي ضرر برضو على الاطفال ولا على الكبار بالظبط ولا كده، على طالما المرضى. استخدمت بتركيزها السليم، لان زيوت الطياره دي بتبقى يعني كونسنتريتد خالص. احنا عملنا تجربه اصلا في المعمل على زيت الارز، زيت شجره الارز ده منتج من الحاجات بتاعتنا، الثلاث نقط منه على 300 مللي ميه ومع نص من الواح الغسيل ده عقم، يعني خلت مفيش جراث في الخلايا في المعمل على للبكتيريا خالص يعني. حصل يعني تجربه كده في المعمل احنا بنعملها عشان نشوف البكتيريا بتنمو في الوسط ده ولا ما بتنموش، فلما استخدم زيت الارز ده والواح الغسيل عملت مفيش جراث، لمده كان انكوبيشن لمده 48 ساعه تقريبا. تمام. طب والاسعار بقى، بما ان احنا بصي الاسعار بنتكلم عن بتتراوح منتج بقى. جديد، فاي ام تقدر عليها واي بيت مصري يقدر على تكاليفها ولا هي حاجة انا قوية؟ اقدر اقول لك اي بيت مصري يقدر على التكاليف، هو محدش بيجيب الحاجات كلها مره واحده مبدئيا، ثانيا احنا كل بيت مصري بيشتري الكيميكالز اللي بينظف بيها كده كده، محدش فينا ما بيحتاجش يستخدم ده. فلو حسبتيها مثلا هنضرب مثال على فوطه الازاز اللي بتلمع الازاز دي، لو انا بشتري منمع الازاز في الشهر مثلا قولي ب 10 جنيه،
ماشي. معرفش هو سعره دلوقتي اصلا، انا نسي اصلا، انا ما استخدمتوش بقالي فتره الحقيقه. لو بشتريه في الشهر ب 10، ف 12 شهر يعني ب 120 جنيه، لمده سنتين يعني 240 جنيه. الفوطه اصلا سعرها 130 جنيه، فهمت. وممكن تبقى يعني حسب، يعني حسب بقى، يعني ممكن تبقى في رينج ال 130، مش بالظبط يعني، تمام، او اقل شويه او اكتر شويه صغيرين. يعني اقصد ده توفير نص قيمه حاجات انا بشتريها، وفرت فيها صحه احسن، ووفرت فيها فلوس كتير جدا. هو يعني ترينج بقى من 80 تمام. لغايه من 400 ل 500 جنيه لو هي اطقم بقى يعني. لكن القطع البيسز كده كلها تتراوح من ال 80 لل 120 150، بالكتير 100 يعني تمام. كده 200 حسب قوه وصلاحية الجسم. المنتجات قبل ما نشتريها، يعني هي دلوقتي متصنعة وموجودة عند المكان اللي احنا هنجيبها منه، قاعدة عنده قد ايه، هناخدها لا، ونفتحها ما بعد فيهاش قد ايه، يعني، كل ما الكلام فيهاش ده. بقى ان هو قصه ان اصل ده قماش فبيبقى قايد مثلا او حاجه كده. لا، ما فيهاش الفكره دي خالص. هي مايكرو فايبر زي بوليستر وبولي اميد مع بعض، فهي معموله بطريقه مش بت يعني ما فيهاش فكره ان انا الاقيه بقى داب قبل ما استخدمه والكلام ده. لا يعني هي معموله بكواليتي عاليه جدا، مصانع كواليتي عليها مراقبه جوده عاليه جدا. لا يعني مميزه يعني، تمام. وصلاحيتها مفتوحه. وانس ان انا ابتديت استخدمها، فاستخدامي بقى مختلف من شخص للتاني، بس ايه ترينج زي فهي ما قلت معايا لك سنتين. المفروض. طالما اوكي. استخدمت الاستخدام الصحيح يعني زي ما هو. طيب تمام. بشكرك جدا دكتور فاطمة. شكرا شكرا لكم حياتي. أعزائنا المشاهدين. استنونا بعد الفاصل، ما تروحوش في أي حتة. كده تبقى انتهت فقرتنا الوقاية خير من العلاج، واستنونا في فقرة صحتنا مهمتنا، محدش يروح في حتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مريضة حمى ذؤابية ومفاصل والتهابات، بالإضافة لأمراض أخرى. الحمد لله رب العالمين، امبارح كان عندي مراجعة عند دكتوري، نتيجة التحاليل والفحوص الفحوصات كانت كتير مدهشة. بعد استخدامي سنة ونص للمنتجات بالتزام، طلع عندي معامل الالتهاب نازل لل13، وعمره بحياته ما نزل عندي، فكان هذا كتير كتير أبسط الدكتور، لدرجة إنه خفف لي من بعض الأدوية اللي باخذها. كنت أخذ كميات كبيرة من الكورتيزون، صفيت أخذ كميات شبه قليلة منه الحمد لله رب العالمين. وأحلى مفاجأة كانت لما أعطاني مراجعة بعد 6 شهور، كنت أراجع كل 3 أسابيع وأقصى حد أراجع كل شهر، الآن أعطاني مراجعة بعد 6 شهور، هذا أكبر فضل من الله سبحانه وتعالى، الالتزام والمثابرة. دي إكس إن معاكم وتحييكم. أنا معاكم الدكتورة نيفين بسيسو من الأردن. اهلا بيكم معانا من الفاصل. حبينا نسمي فقرتنا باسم صحتنا مهمتنا، علشان كل جسم مسؤول عن الحاجه اللي داخلاه، فلازم نسميها كده. جبنا السعاده من اللي داخل جسمنا، يعني كل ما ادور على اكلي انه يكون صحي هكون احسن، وهكون صحتي احسن، وهيكون وشي ابهج. فحبينا نسمي الفقرة كده علشان معانا دكتور فاطمة، هتفهمنا كتير عن أكلنا وعن شربنا وعن صحتنا وعن البرودكت اللي هي هتتكلم عنها. أهلا بيكي. رجعنا تاني. احكي لي بقى. زي ما انتي بتقولي، الحقيقة صحتنا مهمتنا الشخصية كمان يعني، وصحتنا وصحة ولادنا أو الأسرة اللي احنا بنعيش معاها. تمام. هي مهمتنا احنا، طالما فهمنا وعرفنا قد ايه اللي داخل جوه جسمي بيفرق معايا، بيخليني وبيظهر عليا يعني. حتى تمام. كان في مقوله بتقول اخبرني ماذا تاكل اخبرك من انت. عشان كده البرودكت اللي احنا او يعني البرودكتس اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، هي بتحاول تخلينا نعيش في الجو ده كله. كل اللي داخل جسمي او بستخدمه بره جسمي برضو حاجه صحيه طبيعيه، اخدها زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقها، هعمل لها شويه تظبيط بس ما يضرش بمكوناتها وتدخل الجسم. ودي اهم حاجه، ان انا اصلا ما اقعدش اكل حاجات بقى ايه وادخل جسمي حاجات مخلقه كتير وفيها لخبطه كتير وكيميكلز ما فيش داعي منها. تمام. وطبعا لما درسته يعني، ان احنا كنا بندرس انه اي حاجه دواء كان او اي اكل دخل جسمي او حتى الادويه زي ما بقول لك، لو عالجت حاجه في جسمي هي بيبقى ليها اند برودكت او ليها منتج نهائي بيفضل في جسمي، يا اما بيخرج كله ومش مش مش كتير، حاجات ادويه بتخرج كلها، وفي حاجات بتفضل في جسمي كاند برودكت تتخزن في جزء من جسمي، اما في تحت الجلد يا اما في الكبد، يا اما بتخرج ثرو الكليه او كده. اوكي. والحاجات دي وهي بتعدي بتضر حاجات في سكتها يعني. انا ببقى خدت الدواء يعني، يا اما بطريقه عشان طبعا اعالج حاجه لاقيني ايه
ازيد حاجه تانية. لخبطت حاجه تانية. وان كان الدواء حتى داخل بيعالج عرض، بيعالج اعراض، ما بيعالجش سبب رئيسي من حاجه، وجع الرجل، الحاجات بقى بتاعت كده. الحاجات اللي عم ناخد مثلا مسكن مضاد يعني للالتهاب، انا حليت مشكله الالم او الالتهاب بس هو ساب اثر لحاجه تانية، هقعد بقى ادفع عليه فلوس تانية عشان اعالج الحاجه التانية اللي حصلت وهكذا. تمام. فالفكره بقى بتاعتنا ان احنا، طب احنا عايزين بقى نشوف حاجات ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الطبيعه حوالينا. اوكي. تديني الحل ده، ما هما الادويه اصلا طالعه من نباتات اساسا زمان يعني، كانت اصلا لما المخلق في المعامل ده حاجات نسبتها مفروض كانت مش كتير. تمام. لما الانسان استعجل وعايز بقى كميات كبيره وعايز يعني يشوف حلول اسرع ضد فطره ربنا سبحانه وتعالى، الدنيا بقى ايه، باظت زي ما بيقولوا. تمام. فالميزه بقى في اللي احنا هنتكلم عنه النهارده انه المنتجات بتاعت شركتنا بتعمل كل ده تقريبا، بتشيل السموم اللي اوريدي دخلت جسمي. اوكي. خلاص. عن طريق اي حاجه بالظبط، عوامل خارجيه، عوامل داخليه، عوامل اكل كان مش مظبوط بالظبط كده. كمان خلاص شالته، خلاص بتظبط بقى البيئه الداخليه لجسمي. اصلا علميا اتفق يعني على ان البيئه الانسب انه ما ينموش فيها والعياذ بالله سرطانات، او انه جسمي عملياته الداخليه تشتغل كويس، انها تبقى مايله للقلوي اكتر. تمام. البيئه الحامضيه بيئه بتؤذي. تمام. لما تبقى مايله للحامضي دي بيئه مؤذيه. لكن كمان لو حد عنده مرضى السرطانات بيشفي او بيخفف خلينا من نموهم. خلينا نقول ان دي مش دواء، دي مكملات غذائيه يعني فود سبلمنتس، دي حاجه بتكمل وظيفه يعني وظيفه اجهزه جسمي وبتساعدها انها تقوم بوظيفتها الصحيحه. تمام. ما يحصلش فيها اي خلل او اي لخبطه. أوكي. الوظيفه الثانيه زي ما كنت بقول لحضرتك على من المكملات دي، انها زي ما بنقول بتخلص السموم وتوزن البيئه الحمضيه والقعريه بتاعت جسمي، وبتغذي بقى الخلايا تغذيه صحيحه، سواء تغذيها انها توفر لها مواد غذائيه عشان تنمو، الخليه تنمو وتقوم بوظيفتها مظبوط، سواء او بتغذيها بالاكسجين. اوكي. بتديها اكسجين سبلاي عالي بحيث انها تبقى نشيطه ومش خلايا بقى بتعجز او بتشيخ بسرعه. اوكي. ودي اكتر حاجه بتخلي جسمنا يفضل صحيح لمدد عمرية أطول. طبعا كل واحد عمره مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى، بس على الأقل هو طول ما هو عايش عايش بصحة جيدة يعرف يعني يبقى سعيد ومبتهج زي ما عنوان برنامجنا. أيوة. وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى طبعا بطريقة أكيد طبعا فيها قوة يعني. بالله أكيد. من ميزة بقى الأول برضو دي كانت أحد الحاجات اللي في رحلتي وأنا بدور على حاجة اللي تخلي تعالج سبب الأوتوميون ديزيز اللي أنا كنت بعاني منه، وهي ان انا اعالج السبب الرئيسي. انا كنت فاهمه وفهمت وزي ما انا عارفه من دراستي انه اي مرض مناعه ذاتيه في جسم الانسان سببه خلل في جهاز المناعه. احنا عندنا هنا على الشاشه فيديو لحد بيحكي قصته تقريبا. تمام. مرض ايه ده كان؟ هي كان عندها التهاب، مرض مناعي بس في التهاب في الجسم يعني. هي بتقول انها بقى لها فتره طويله بتتعالج منه، وبالفترة اخر فترة ابتدت تستخدم المكملات. اوكي. قعدت سنة ونص تستخدمها بانتظام. معامل الالتهاب بتاعها كان عالي جدا في جسمها، وابتدى يقل يقل. بتقول المفاجأة ان انا كنت يعني براجع الدكتور كل 3 أسابيع عشان اظبط المرض بتاعي. الدكتور كتب لي مراجعة بعد 6 شهور. بتقول انا كنتش مصدقة نفسي، ايه ده يعني انا اتحسنت للدرجة دي؟ بتقول انا كنت ساعتها ما باخدش يعني باخد الادوية بتاعتي دول اللي انا باخدها من زمان، بس معاها المكملات فده فرق معايا فرق رهيب، وتحاليلي كلها اتظبطت. الدكتورة نيفين مش هي المثال الوحيد الحقيقة، بس انا ما كانش متاح معايا فيديوهات لحاجات كتير، لكن ناس كتير منهم انا ونفس كتير من الناس اللي استخدموا الحاجات بقى لهم فترة حوالي 6 شهور مثلا لاحظوا النتيجة دي. لكن هي دكتور، هي دكتوره وعارفه طبعا، هي عارفه هي بتاخد ايه طبعا، مدى مدى جمال الحاجات دي، مميزه مميزات الحاجات اللي بتستخدمها طبعا. يعني كنا بنقول انه البرودكتس بتاعتنا وظيفتها 3 حاجات دول. خلاص. طب هم ايه؟ هم اصلا البرودكتس دي هم 5 حاجات رئيسيه. اوكي. ميزه بقى شركتنا انها بتاخد من الحاجات دي تحطها في اللي انا بستخدمه طول النهار يعني. انا متعرفه فاكره انه الفود سبلمنت مثلا عباره عن كبسول ببلعها كل يوم زي ما باخد فيتامينز وكده. تمام. ميزه بقى اللي زي البرودكت زي ما بقول لحضرتك انها محطوطه بقى في الحاجات اللي بستخدمها طول النهار يعني، محطوطه في معجون السنان، محطوطه في صابون بغسل بيه وشي كل يوم،
محطوطه في الكريم اللي انا بستخدمه بدهن بيه ايدي او كده، او الزيت اللي انا بعمل بيه شعري، محطوطه في الشامبو او الشاور جل اللي انا بستخدمه، محطوطه في ال... ويوصل لجسمنا جوه، يعني الجسم بيمتص الحاجات دي طبعا. وتوصل اصلا هو الجلد بجد اكبر عضو في جسم الانسان، الجلد ده ثرو الجلد بيدخل بقى كل الحاجات اللي بتفيدني. يعني انا اصلا لما كنت بتعالج من الصدفيه كنت بستخدم كورتيزونات وحاجات توبيكال بحطها على جلدي عشان تدخل تظبط طبقات جلدي وتتظبط. ما هو ده اورجن مهم في جسم الانسان، واكبر اورجن بندخل من خلاله المواد، يا اما دواء يا اما بدخل منه غذاء، زي ما بحط مثلا زي المنتجات بتاعتي دي على جلدي. تمام. المنتج الرئيسي والاول في الشركه هو اسمه الجانوديرما او الفطر الريشي. الفطر الريشي، الفطر الريشي. الجانوديرما دي معناها لو قسمنا اللي هو شقين كده، جانو وديرما، مش عارفه صورته، لو هو لونه هو فطر زي المروحه كده ولونه احمر، حتى جانو يعني مشع وديرما يعني جلد. هما كانوا بيسموه الجلد المشع عشان هو مشرق جدا ولونه احمر. فكان السبب ان هو انه مشع يعني قصده يعني مشرق. واول معنى التاني ليها انه بيخلي الجسم فيه طاقه عاليه جدا. تمام. بيتعالج بيه الناس من في شرق اسيا وفي اليابان وفي الصين من سنين، الاف السنين. الدكتور صاحب الشركه اكتشف فايدته، قعد يعمل عليها ابحاث حوالي 10 سنين، لغايه ما لقى انه الفطر ده فيه حوالي 200 ماده مفيده جدا لجسم الانسان، بتعمل اللي هو ايه زي بتقولي ايه سوبر هيرو، يعني يدخل الجسم كده يصلح حاجات كتير قوي متلخبطه. تمام. طب هو ده كان فين؟ ما كناش سامعين عنه. طبعا في حاجات كتيره يعني بتكتشف، ممكن يعني الجانوديرما ده داخل في كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي بقى، الشاور جيل والكريم والصابون والتابلت كمان اللي بناخدها يعني. وفي منه كبسولز وفي منه باودر. يعني هو دي الكبسول بتاعته دي. وفي منه باودر، بس انا مش جايبه العبوه بتاعه الباودر الحقيقه. اه وموجود في معجون السنان والصابون زي ما قلت لحضرتك، وموجود في الشامبو والشاور جيل زي الشامبو. وموجود في وفي زيت، يعني في منه زيت بقى محطوط فيه باودر الجانوديرما. الميزه بقى ان انا حتى انا كمان انا هستخدم حاجات دي على جسمي، طبعا هشرب بقى حاجات طول النهار، عايز اشرب قهوه، عايز اشرب شاي، محطوط في القهوه وفي الشاي، وطعمه معمول باجود انواع القهوه مثلا، ومحطوط معاه فطر الجانوديرما ده، بحيث ان انا اقدر اشربه كمان ويفيدني داخليا زي ما ببلعه كبسولز. يحل لي بقى مشكله انه ايه، لا مش بحب الكبسولز او مش بحب ابلع حاجات. انا باخدها في كل حاجه. والله يا دكتور الكلام جميل جدا ومش عايز يخلص. احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني، استنونا بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل. كمل لنا يا دكتور بقى موضوع الشاي والقهوه. عشان عجبني. احنا كنا بنقول ان احنا الفطر الريشي حتى بنقدر نشربه مع القهوه او الشاي بتاعنا، مضاف للقهوه بتاعتنا يعني فاخره، ومضاف ليها الفطر الريشي، بحيث ان انا اقدر استخدم الريشي طول النهار في مشروب او حتى في الاكل، او ممكن ارشه كباودر على الاكل كمان واستخدمه يعني. هو بس انا كنت عايزه بقى اتكلم على ان هو الريشي اصلا بيعمل ايه. يعني هو جميل والفطر السوبر، وبيسموه غذاء الملوك والاباطره كمان. طب هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل ست حاجات، بيعمل ست حاجات مهمين قوي قوي ومشتركه في كل الامراض اللي الناس بتعاني منها تقريبا. هو اسمه ادابتوجين. ادابتوجين يعني بيعلي انه يخلي جسمي يعني ايه يتعايش مع 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 مع, مع اللي بيحصل حواليه. يعني مثلا اتعرضت مع البيئه المحيطه، يعني بالظبط مع البيئه المحيطه ومن جوه، يعني بيظبط جوه جسمي بيئته شكلها ايه. يعني مثلا لا ده انا الغده الدرقيه عندي مثلا الافراز بتاعها قليل، يروح هو داخل ظابط خلايا الغده الدرقيه بتفرز، ظبط الافراز. الغده القذريه مثلا هي فوق الكلويه دي افرازها زياده، الناس مثلا بتتعصب او الادرينالين عندهم عالي قوي، اظبط يدخل يظبط المايل زي ما بيقولوا. تمام. الحاجه الثانيه ايميونو موديليتر، ودي بقى حاجه احنا محتاجينها دلوقتي جدا في وقت الكورونا والفيروس المنتشر في البلد ده. واي وقت بيبقى فيه بكتيريا او دخول فصل الشتاء مثلا او كده، انه بيظبط مناعه جسمي. تمام. لا حد مناعته ضعيفه زي كبار السن او الاطفال او الناس اللي معيتهم اصلا ضعيفه، الناس والعياذ بالله مرضى السرطان بتبقى مناعتهم اصلا ضعيفه، يدخل يخلي مناعتي تتظبط تبقى للستاندرد المتوسط او المظبوط. طب حد بقى مناعته زياده زي الناس كمان اللي بيشتغل على الامراض المناعيه. تمام بالظبط كده. حد بقى مناعته زياده زي الاوتو اميون ديزيز، مناعته اصلا بتهاجم خلايا جسمه زي الصدفيه والروماتويد والبهاق والحاجات دي، يروح بقى هو منزل يعني عامل بالانس، يظبط العالي ينزله والواطي يعلي. الوظيفه الثالثه بتاعته انه كانسر كيلر. التجارب اتعملت على الفئران مثلا، 88 من الفئران اللي كان عندها سرطان ثدي او سرطان بروستيت
اتحسنوا، نسبة السرطان الورم قلت جدا، وعدد الخلايا قل، يعني حجم الورم قل وعدد الخلايا السرطانية قلت في تمام. تجارب المعمل. اتعملت كمان تجارب على ان هو ناتشرال، يعني ناتشرال كيلر، كيلينج سيلز للسرطان. 5000 سيدة اتعمل عليهم تجربة لمدة 4 لـ5 شهور، كانوا بياخدوا الفطر الريشي بيتعالجوا بيه، وجروب تاني كان بياخد بليسيبو او الدواء الوهمي، يعني انهم بيحطوا كبسول كده كانها دواء بس هي مش دواء. فلقوا ان في الـ5000 سيده دول اللي استخدموا الفطر الريشي، حجم الخليه بتاعت السرطان قلت، سرعه نمو السرطان زي خليه، سرعه نمو الورم نفسه قلت خالص مقارنه باللي ما تاخدوش الدواء، اللي ما خدوش الريشي. يعني الموضوع ده بيمشي ماشي على الناس اللي عملت تجارب على سرطان الثدي والبروستات وكمان سرطان القولون والمستقيم. يعني هو مش بيأذي القولون ولا بالعكس، المعدة، الناس اللي عندها مشاكل في القولون ما فيهوش أي مشكلة بالعكس. بالنسبة لهم. احنا كنا في الجزء الاولاني من الكلام كنا بنقول ان هو بيظبط البيئة القلوية الحامضية في جسمي، تمام. وبالتالي هو بيظبط بقى. مثلا اجي انا عندي حاجه مهمه جدا لازم كلنا نبقى عارفينها، القولون او الامعاء بتاعتنا فيها بيئه طبيعيه ربنا خلقها بيها طبعا. اسمها سبحان المايكروبيوم. الله. المايكروبيوم ده انا اكلي مظبوط وداخل مظبوط هيفضل بالانسد ومظبوط وما فيهوش مشكله. تمام. ابتدي اتعك ولخبط في الاكل واخد جانك فودز او ادخل كيميكالز غلط، هيبتدي التوازن بتاعه يبوظ. والمايكروبيوم ده مسؤول عن انه بيدي اشارات كده للمخ يأثر على كل جسمي في الاخر. فحتى الناس كتير تقول لك ايه، حتى زي ما كنت بقول لك في الاول، يعني قول لي انت بتاكل ايه، اقول لك انت مين او انت شكلك ايه بالظبط. تمام. انا باكل ايه، بدخل ايه في معدتي، بيدخل في الامعاء بتاعتي، يظهر هيطلع على بقى عليا الألم. كل حاجه. عشان كده برضو في ارتباط وثيق بين امراض المناعه عامه والاكل اللي الناس بتاكله. تمام. ياكلوا اكل مظبوط، ياكلوا اكل صحي، ياكلوا اكل اخضر، ياكلوا اكل ما فيهوش كيميكلز كتير، يبقى زي الفل وصحته ممتازه. وتلاقي حتى لو عنده الجين بتاع المرض المناعي في جسمه ما يظهرش عليه، بياكل بقى عك وبيلخبط الدنيا هو ده بقى بس. الموجود. المعده بيت الداء، يعني بالظبط كده. الرسول عليه السلام حتى امرنا ان احنا نظبط، يعني ما نملاش على الاخر، ما ناكلش ايوه. زياده، بالظبط كده الوظيفه عشان بصي انا معلش هقطع كلامك، صور معانا لو تمام. تشرحي بس هو هي للمشاهدين. الصوره اللي احنا دخلنا في المكمل التاني دي السبايرولينا، ودي فوائدها. الصوره اللي قبلها كانت فوائد السبايرولينا، اوكي. ودي المنتجات كلها تقريبا بتاعت شركتنا. من اول ده الريشي بقى، ده هو ده شكله ده الفطر وفوائده اللي الريشي. حضرتك شايفاها الستة اللي حواليه دول. ودي المنتجات كوزماتكس، في منها كوزماتكس وفي منها جسم، يعني دي السبايرولينا اللي هنتكلم عنها تاني. هو بيقول ان السبايرولينا حفنه من السبايرولينا بتديني بروتين بتاع 3 كوبايات لبن وكالسيوم مش عارفه بتاع ايه، يعني كل بتشرح. فوائدها. ده معجون الاسنان اللي هو داخل فيه الفطر الريشي، اوكي. وده فوائده ممتازه، وكانت ليه فيوز يمكن مش عارفه موجوده في الصور ولا ايه، اكيد ان موجود ناس كتيره قوي كان عندها مشاكل كتير في اللثه وتحسنت. وتعالجت. الصوره اللي قبل دي دلوقتي اللي هي الحد اللي عامل ايده كده، ده شخص عنده صدفيه، ده تمام. تدرج الصدفيه لما اتحسنت من اول الصوره اللي فوق اعلى حاجه واقل واحسن حاجه تحت. خد 3 مكملات، سبايرولينا وريشي ومورينزي، دول اللي بنسميهم احنا المثلث الذهبي في الشركه عندنا. تمام. يعني اتعامل معاه وبيستخدم طبعا توبيكال، بيستخدم كان الزيت اللي فيه زيت الجانو وال اللي فيه الزيت الجانو اللي فيه الريشي يعني. دي السبايرولينا. ده شكل العبوه بتاعتها، في منها باودر في منها كبسولز، هنتكلم عنها دلوقتي. وهي عباره عن ايه؟ انا كده بس. النقطه الثانيه بعد اخيره في الريشي، انه ديكريز الجلوكوز ليفل، بيقلل السكر في الدم. يعني الناس اللي عندها سكر الموضوع مفيد بيظبطها ليها. جدا او بيظبط السكر بالدم، مش اقدر يعني اقول هو انه بيقلل. بيخش على أعضاء الجسم يخليها تشتغل بالصورة المظبوطة أو بالظبط كده، زي ما ربنا خلقها بالظبط يعني. كده. بيقلل الالتهابات جدا. في ناس كتير بيبقى عندها التهابات بسبب حاجات كتير بقى، زي الدكتوره اللي كانت بتتكلم دلوقتي، او زي في مرض صدفيه او الروماتويد، في التهاب دايما في المفاصل او تمام. في الفقرات. بيظبط، يعني انتي انفلاماتوري قوي جدا. تمام. المكمل اللي بعده او المهم جدا اللي احنا محتاجين نعرف عنه كتير هو السبايرولينا. السبايرولينا مشهوره وفي ناس كتير قوي عارفه عنها، بس احنا عندنا ميزه في الشركه عندنا عن اي سبايرولينا ما اعرفش بقيه الحاجات، انها بتتزرع في مكان اورجانيك، بتتزرع من غير كيميكلز، يعني ما بحطلهاش مبيدات ولا اي حاجه، لانها بتعيش في الميه. يعني السبايرولينا دي عباره عن بكتيريا او اسمها سايانو بكتيريا. تمام. دي بتطلع في الميه، فلازم البيئه اللي تبقى عايشه فيها تبقى بيئه صحيحه صحيح. ما فيهاش كيميكلز، عشان هي من اهم مميزاتها انها بتشفط السموم، تشفط السموم في اي حته فيها.
تمام، دخلتها جوه جسمي هتشفط سموم من هتشفط سموم الخلايا، الجسم. محطوطه في بيئه مش نظيفه اصلا هتشفطها وهبقى بدخل جوه جسمي سموم. تمام. فانا الشركه بتاعتي عندها شهادات كتيره قوي في موضوع البيئه اللي بتزرع، يعني انتاج بحفظ البيئه، ستايلر اللي هي الايزو 14001، ايزو 19 9001، جي ام بي التصنيع الصحي، تي جي اي من استراليا، وطبعا هي اف دي اي ابروفد، اللي هي منظمه الصحه العالميه الغذاء والدواء تمام. ابروفد منها طبعا، لان المنتجات دي ما اقدرش ادخلها جوه جسمي وانا مش واثق اذا كانت اصلا معموله في مكان نظيف ولا لا، هتنقلي مشاكل او هتعمل لي مشاكل. اسبرينا من الحاجات الاساسيه زي ما قلت لك انها بتشيل السموم من الجسم، مضاد للاكسده قوي جدا، وده بنحتاجه تمام في عامه احنا الأمراض كناس بناكل المناعية بقى طبعا. بره والحاجات دي، وفي السرطان والعياذ بالله، لانه من اهم الحاجات اللي بتحصل في السرطان ان بيبقى فيه شوارد حره في جسم الانسان كتير، فهو مضاد للاكسده عشان يخرج الشوارد الحره دي. تمام. الميزه اللي انا كنت بقولها بقى من الاول ان هو احنا حاجتنا بتغذي الخلايا، السبايرينا بتعمل كده، مليانه اوميجا 3، مليانه انتي اوكسيدنت زي ما قلت، مليانه بروتين. السبايرولينا فيها بروتين اكتر من اللحمه بكتير، يعني 100 جرام سبايرولينا في كميه بروتين عاليه جدا، 70% من وزنها بروتين. تمام. فيها كلوروفيل بنسبه عاليه جدا، وحتى الكلوروفيل ده بيسموه العلماء الدم الاخضر، هو اصلا مكوناته شبه مكونات الهيموجلوبين اللي في الدم. تمام. فطبعا الناس اللي عندها انيميا السبايرولينا دي ممتازه بالنسبه لها جدا. المكمل الثالث بقى المهم قوي اللي انا عايزه اتكلم عنه برضو هو عرف الاسد. مكمل ده اسمه عرف الاسد عشان هو فطر برضو زي الريشي، وزي تمام. بس اسبايرينا تحلب او اسمها سايانو بكتيريا، لكن دول فطور او فطريات. فعرف الاسد ده شكله زي راس الاسد فعلا، بس هو تمام. مفيد قوي، او اسمه صديق الجهاز العصبي والهضمي. ولو ينفع نطلع الصوره بتاعت الخليه العصبيه، لو ممكن نكمل الصور بس على الشاشه. ميزته بقى ان هو في مادتين مهمين جدا بتحفز ان الغشاء بتاع الخلايا العصبيه ينمو تاني. يعني تمام. احنا الخلايا العصبيه عندنا مختلفه عن شكل بقيه الخلايا بطريقه مختلفه شويه، ليها راس كده وليها زي ديل طويل كده، ده اللي بينقل الاشاره العصبيه من مكان لمكان. تمام. حوالين الديل الطويل ده في حاجه اسمها مايلين شيت، الغشاء المايلين ده الفطر ده بيحفز نموه مره تانيه. يعني الناس اللي عندها التهابات في الاعصاب، مشاكل في الفقرات بحيث تضغط على الاعصاب تعمل بقى تهتك للاعصاب دي، تمام. انا محتاجه انميها تاني بقى واكترها. دي بقت موجوده عند كل الناس خلاص، بالظبط ظهر الناس كلها الناس والعياذ بالله اللي عندهم الزهايمر، الناس اللي عندها حاجات لها علاقه بالجهاز العصبي زي الشلل الرعاش والالزهايمر والحاجات دي. تمام. انا محتاجه ده لانه العرف الاسد فيه مواد بتعدي البرين بارير، يعني بتعدي الخلايا الدماغ، ودي ما بيعديش عليها اي حاجه، يعني ما بيدخلهاش اي حاجه بسهوله لانها حجمها صغير قوي. تمام. فده مميز في الموضوع ده، كمان انتي ديبريسنت لانه برضو بيظبط البالانس ده في الدماغ. خلصنا. والله انا بشكرك جدا يا دكتور، الحوار يطول معاكي واحنا محتاجين حلقات وحلقات. ان شاء الله نتقابل في حلقه تانية. نورتيني وشرفتيني. شكرا. أي حابة أقول مقولة أخيرة علشان السعادة والبهجة، أنت لا تحتاج البحث عن السعادة فهي ستأتيك حينما تكون قد هيأت لها موقع اهتمامك في قلبك. يعني دوروا على الحاجة اللي تبسطكم واعملوها، ما تستنوش حد يبسطكم. السلام عليكم. عليكم السلام.